بسم الله الرحمن الرحيم. عايزين نتكلم بإذن الله في الفيديو ده عن حاجة اسمها The Philosophy of .NET، الحدوتة بتاعة .NET. بكل بساطة بعد ما نشوف يعني إن شاء الله الكود مثلا مكتوب بالسي شارب مثلا أو فيجوال بيزك .NET، بيعدي على الكومبايلر بتاعه. كل لغة ليها كومبايلر، الكومبايلر ده حاجة بتترجم الكود بتاع اللغة سواء سي شارب أو فيجوال بيزك أو أي لغة. الكود كده بيحول الكود، مش بيطلعه على طول انستراكشنز تشتغل على الويندوز او تشتغل على المشين، لا بيطلع لي حاجه في النص كده اسمها انترميديت لانجويج. يعني لو انا كاتب كود بالسي شارب، فالسي شارب كومبايلر هيطلع لي حاجه اسمها انترميديت لانجويج، ما بيطلعليش على طول الاوامر اللي هي تشغل الابليكيشن على طول، او حاجه اسمها انستراكشن سيت اللي هي الاوامر اللي بتتكلم الويندوز على طول. نفس الفكره في الفيجوال بيزك، نفس الفكره في الاف شارب، نفس الفكره في اي لغه بتسبورت او بتستخدم الدوت نت عشان يهوست الابليكيشن. الانترميديت لانجويج دي فكرتها ايه بقى؟ فكرتها ان انت حتى الان ممكن، يعني هنا في الحته دي ممكن تستخدم اي لايبراري من اي لغه. يعني انت دلوقتي ممكن في الابليكيشن نكتب الكلاس دي مستخدمينها من السي شارب، والكلاس دي مستخدمينها من لغه تانية الفيجوال بيزك، والكلاس دي مستخدمينها من لغه تالتة، بس اللغات دي بتكون اصلا تبع الدوت نت. يعني حاجه تانية هي اللي بتيجي تشوف الانترميديت لانجويج دي، هي اللي بتخليها لما تيجي تشغل ابلكيشن، لما تيجي تران الابلكيشن، في حاجه بقى هي مسؤوله انها تاخد الانترميديت لانجويج كود ده وتحوله لماشين كود. الماشين كود اللي كنا بنتكلم عنها اللي هي الانستراكشن سيت. فبكل بساطة عندنا بيكون في أكتر من لغة، كل لغة بيكون فيها لها كومبايلر بتاعها سواء سي شارب أو فيجوال بيزك. الكومبايلر بيطلع من الكود اللي أنت كاتبه أو اللي هنشوفه هتكتب إزاي، اللي هو السورس كود من الكومبايلر، بيطلع حاجة اسمها انترميديت لانجويج، مايكروسوفت انترميديت لانجويج. الانترميديت لانجويج دي ما بتتحولش الانستراكشن سيت الا في حاله ان انت هتشغل الابلكيشن خلاص، هترن الابلكيشن. واللي بيعمل او المسؤول عن القصه دي حاجه اسمها جيت. الجيت ده هو جيتر او جيتر ديباجر، اختصار الجاست ان تايم سي ال ار. السي ال ار طبعا اهم حاجه فيهم، او هي اكتر حاجه مهمه، هي اللي بتعمل معظم العمليات او معظم الحاجات المهمه اللي بتخلي الحاجات دي تتم. CLR اللي هي Common Language Runtime دوت نت فريمورك، هو البيئة كلها بتاعت مايكروسوفت. أهم جزء فيها مثلا 70% من الدوت نت فريمورك هو CLR. CLR فيه شوية حاجات، من ضمنهم حاجة اسمها Garbage Collection مسؤولة عن تنظيم الميموري بتاع الأبليكيشن، إنها تحذف وتشيل وتفضي مساحة الأبليكيشن يكون محتاج مساحة. وفيها حاجة تانية اسمها الجيت كومبايليشن اللي هو كنا بنتكلم عليه، اللي هو الجيتر، اللي هو بيرن أو بياخد الكود من الانترميديت لانجويج ويطلع الأوامر اللي هي المفروض بتشغل الأبليكيشن. CLS Common Language Specification. طب عشان أنا بكتب Visual Basic وبكتب C Sharp وبكتب F Sharp للدوت نت فريمورك، فهو محتاج يكون فاهم كل لغة هي مميزاتها ايه وايه الصفات اللي بتمتاز بيها عن اللغه التانية. فمثلا يعني السي شارب لازم يكون فيه سيمي كولون بعد كل امر، الفيجوال بيزك لا ما مش لازم، ما فيهاش سيمي كولون، هي اللي هي دي. فالتفاصيل بتاعت اللغات دي حاجه اسمها في الدوت نت فريم ورك اللي بيهتم بالموضوع ده، او المسؤول عن انه يفصل كل لغه بايه الحاجات بتاعتها وايه اللي هي المفروض تتعمل هنا والمفروض ما تتعملش هنا. حاجة اسمها ال CLS ال Common Language Specification. عشان انت وبتكتب كود بال C Sharp المفروض لما تكتب أمر مثلا وما تكتبش ال سيمي كولون في ال C Sharp، خلاص ال Common Language Specification هي اللي هتقول لك ان ده غلط، ان انت هنا في error، كان المفروض تكتب تحط سيمي كولون، هي المسؤولة انها تحدد ال Specification بتاعت ال Language دي. ال CTS اللي هي ال Common Type System، كل لغة زي ما ليها سبيسيفيكيشن ليها كيوردز بتاعتها. يعني ايه؟ يعني مثلا انا عشان احدد نوع، بس هنتكلم في الكلام ده قدام، يعني عشان احدد نوع مثلا ان انا عايز اخزن ارقام مثلا، فالحاجه اللي المفروض اخزن فيها ارقام اسمها انت مثلا.
في السي شارب اسمها انت، في الفيجوال بيزك اسمها انتجر، في الاف شارب اسمها مثلا كذا، لها اسماء مختلفة، كل لغة ليه اسم مختلف، بس في الاول وفي الاخر هما بيعبروا عن حاجة اسمها انتجر، ودي الموجودة في الكومون تايب سيستمز بتاعة الدوت نت فريم ورك. يعني احنا ممكن نبصلها على اساس انها حاجة موجودة في الدوت نت فريم ورك، وكل لغة بتسميها على اسم حسب ما هي عايزة، لكن هي في الأول وفي الآخر هي بالتارجت اللي هي الحاجة الموجودة في الدوت نت فريم ورك. فمثلا كنا بنتكلم عن ال CTS ال Common Type Systems، فمثلا الحاجة اللي المفروض تعبر عن ال الفاريبل او الحاجه اللي المفروض اخزن فيها رقم مثلا، هنشوف الكلام ده في السي شارب قدام. يعني الحاجه المفروض نخزن فيها رقم مثلا، فهي السي شارب المفروض انها اسمها انت، في الفيجوال بيزك المفروض ان اسمها انتجر، في السي بلس بلس المفروض انها انت اور لونج. طيب الثلاث حاجات دول هما في الدوت نت فريم ورك بيشوفهم على انهم سيستم دوت انت 32، سواء كتبتها في الفيجوال بيزك انتجر، في السي شارب انت، في السي بلس بلس لونج او انت. فهي بالنسبه للدوت نت فريم ورك السي تي اس بيشوفها على انها سيستم دوت انت 32. اتمنى تكون الفكره وصلت عن كل الحاجات اللي اتكلمنا فيها في الفيديو ده. السلام عليكم ورحمه الله.